بكرة بيه على الطرب الأصيل وهو قد كده. كفاية هو ما سايب. ولما انت عيان طالع لنا ليه؟ قصدك تقول الله مطولك يا روح؟ بصي في وشي ولا وشي مش عاجبك يا ايه يا ابني الفكة دي؟ ليه كده؟ انا بديك المعلومات فكة، بديك الحصة كلمات متقاطعة يبقى صححها. الواحد يستقيل لو ما عرفش ياخد حقه في الحته وفي حته اللحمه بالذات. خد العشره يا خد، خد العشره بسرعه، ده عليها اقساط. تعال خلاص روح كده، او الباب في وش الباب، بس حتى تص وشك بشويه ميه.